كيف نحصل على مكعبات ثلج نقية؟ نملأ إناء بالماء الصحي ونقوم بغليه على درجة حرارة عالية. نترك الماء ليبرد ثم نقوم بغليه مرة أخرى، فهذا يقلل من تشكل الفراغات الهوائية والغباش في مكعبات الثلج. نترك الماء ليبرد مجدداً ثم نصبه في أوعية الثلج. نضع الأوعية في الفريزر لتجمد كالمعتاد. هل تعلم أن أول مخترع لجهاز صنع الثلج هو الفرنسي فرديناند كاريه؟